طبعا على الهواء زميلنا العزيز كريم احمد وكواليس بعثه الفريق في مدينه سوسه التونسيه. كريم صباح الفل عليك، ومستنيينك من بدري عشان تطمننا على الاحوال عندك عامله ازاي والحاله المعنويه الى اخره. اتفضل. صباح الفل عليكم، وكل التحيه طبعا للزميل العزيز هواند وزميلي العزيز كريم وناقدنا الرياضي الكبير طبعا استاذ جمال الزهيري. يعني الكل هنا خلاص على هبه الاستعداد، استعدادا ان شاء الله للانطلاقه للبطوله الافريقيه باذن الله. فريق النادي الاهلي يكون موفق، مستر كولر ايضا كمان انطلاقه تكون جيده ليه. مشوار صعب ومهم جدا، لكن الحقيقه التحضيرات كانت على اعلى مستوى خلال الايام الماضيه. يمكن اكدنا في كل مره المباريات الوديه ومكاسبها والاستفادات الكبيره جدا اللي كانت من هذه المباريات رغم عدم اذاعتها، لكن يمكن احنا كنا متواجدين، شفنا الاصرار والعزيمه، وشفنا الحقيقه يمكن لمسات قويه جدا من مستر مارسيل كولر اللي بنتمنى ان شاء الله نشوف تطبيقها في اولى المباريات الرسميه النهارده ان شاء الله للاتحاد المنستيري امام النادي الاهلي على الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات في هنا في طبعا في سوسه او في المنستير تحديدا 3 عصرا بتوقيت تونس، 4 عصرا بتوقيت القاهره. الحاله المعنويه والجديه والروح الكبيره جدا اللي شايفينها من القاهرة، من الطيارة، من أحاديث اللاعبين، من مستر مارسيل كولر اللي بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يكون في اجتماعات فردية مع اللعيبة وجماعية. الراجل بيحفز، بيحاول ان هو يشرح كل المهام والواجبات. اول تدريب كان مهم جدا وكان قوي جدا الحقيقه، يعني نقل لنا مردود كبير جدا مدى جديه لعيبه النادي الاهلي ومدى تركيزهم الكبير. الكل عارف ان جمهور النادي الاهلي منتظر هذا الموسم بكل بطولاته، طموحات كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي طموحاته كبيره جدا، مجلس اداره طموحاته اكبر، عشان كده ده وصل لعيبه النادي الاهلي. التدعيم والراحه الكبيره جدا اللي خدها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون ليها مردود كبير جدا وفرق كبير، يعني رغم البطولات اللي كنا بنحققها السنوات الماضيه ده كان مع لود كبير جدا ومع حمل كبير مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن لعيبه النادي الاهلي خدت راحه، فترة راحة جيدة جدا، فان شاء الله باذن الله منتظرينهم النهارده في 90 دقيقة، شوط اول في تونس ثم شوط ثاني في القاهرة. الشوط الاول ان شاء الله يكون ايجابي، اللي هيحسم هذه المباراة هي الشخصية والروح ودخولنا في المباراة ويمكن استغلال انصاف الفرص. كل الامور دي بالتاكيد عليها من اللاعبين الكبار الشناوي، معلول، السولية، حمدي فتحي، اكرم توفيق. الحقيقة اللي يمكن كلنا سعداء جدا على اداؤه المميز جدا في التدريبات، مدينا طمأنينة كبيرة جدا. الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، اجادة كبيرة جدا في التدريبات. ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله النهارده باذن الله في مباراه صعبه، فريق منافس قوي جدا، محضر بشكل كبير، عنده القاعده الجماهيريه، عنده ملعبه، لكن مهما كانت الصعوبات والتحديات الكبيره لعبتنا رجاله ان شاء الله تكون في الميعاد في مباراه اليوم. البرنامج ايضا كمان الخاص بالنسبه لنا النهارده تحركنا، يمكن لعيبه النادي الاهلي خلاص لحظات بسيطه جدا وتتناول وجبه الغداء. تحركنا ان شاء الله باذن الله المحاضره الفنيه الاخيره هنا هتكون 11:30 طبعا بتوقيت تونس، واحده دورا باذن الله تحرك الى الملعب الاولمبي. يعني المسافه مش بعيده شويه مع التامين طبعا التونسي من 30 دقيقه طبعا 25 دقيقه، فان شاء الله باذن الله يكون وصولنا مميز. ويا رب ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي، ونعود من تونس بنتيجه ايجابيه وثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في مشوار البطوله الافريقيه ان شاء الله. طيب على الصعيد الاخر بقى تونسيا، بحكم وجودك هناك واكيد تعرضك للصحافه الرياضيه التونسيه، مواقع الرياضيه التونسيه، الجماهير من اشقائنا واخواتنا في تونس كيف يعني يترقبون هذا اللقاء؟ بيقولوا ايه وتوقعاتهم ايه بالنسبه للقاء النهارده؟ يعني احنا طبعا متواجدين في فندق الاقامه هو في سوسه، الملعب في المنستير، كل المتواجدين في سوسه بيشجعوا النجم الساحلي وبيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي. انت عارف هم عندهم تحدي، يعني اللي يقول لك انا ما بحبش الترجي، احنا بنشجع النجم، لكن النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وشعبيته كبيره جدا جدا. الجمهور التونسي بيتصور مع اللعيبه، معلول الناس بتدور عليه، افشل، شحات، بيتكلموا على اللعيبه، الشناوي، يعني طبعا النادي الاهلي ولاعيبته ليهم قيمه كبيره جدا ومردود كبير جدا. لكن لما بنمشي في الشوارع طبعا واحنا متوجهين الى الملعب المنستير، لا، في بعض الجماهير الاشارات المعتاده، التحفيز الخاص طبعا بالجمهور، لكن انت عارف هي منطقه ساحليه ما فيهاش قاعده جماهيريه كبيره، حتى الملعب كمان يعني هو ملعب شبيه شويه بملعب الجونه، ما بيسعش عدد كبير من الجمهور 10,000، لكن هنتوقع ان يكون العدد اكبر من كده شويه، ده المعتاد واللي احنا عارفينه طبعا في تونس. هم حددوا 8,000 مشجع يكونوا متواجدين، لكن زي ما بقول لك يعني التحديات كبيره ولاعيبه النادي الاهلي عارفه هذه التحديات مهما كانت الهتاف. منتظرين ايضا كمان جمهورنا، يعني احنا عارفين ان في 200 مشجع مصري ان شاء الله يكونوا متواجدين في المدرج. التنسيق كان مميز جدا الحقيقه،
بين رئيس البعثه الاستاذ لا 200 مشجع فقط يكونوا متواجدين لجمهور النادي الاهلي. طب معلش كريم يكون المعامله بالمثل. حتى كريم صباح الخير، معلش النقطه دي لان انا كريم كنا بنتناقش فيها. حسب معلوماتنا احنا اولا طبعا استاد مصطفى بن جنات هو بيسع تقريبا برضو حسب معلوماتنا 12000 مش 10، اللي انا عرفته ان هيتم الاتاحه ل 8000 مشجع ان هو يكون موجود، وفي 2000 لنادي الاهلي. انت بتتكلم في 200، فلا يعني اكد لنا هذه المعلومه، و200 من الاهلي مقابل كام من طبعا الجماهير التونسيه، دي حاجه. وفي نفس الوقت برضو انا عايزه اروح معاك تقول لي الوضع بتاع برونو سافيو وشادي حسين، هل هيشاركوا النهارده لو عندك معلومه ولا لا؟ اتفضل يا كريم. يعني طبعا انت اتكلمت في نقطه مهمه، والتحديد بالفعل كان 8000 بالنسبه لي المبدئي، يعني مبدئيا هم 8000، لكن انت عارفه طبعا مع الحاله ومع الضغط الجماهيري جمهور المنستيريا يكون متواجد، فاحنا بنتوقع ان العدد يزيد عن 8000 يصل الى 10 و12000. المحدد طبعا هنا مبدئيا كان لجمهور النادي الاهلي، انت عارفه احنا مش في قرطاج يعني متواجدين في المنستير، فيمكن عدد الجمهور شويه قليل بالنسبه طبعا للجاليه المصريه اللي متواجده هنا، فهم يمكن حددوا هذا الرقم رقم 200 مشجع يكونوا متواجدين على ان تكون المعامله بالمثل ما يكون الجمهور المنستير متواجد في القاهره. ده الامر طبعا التصريحات اللي صادره هنا طبعا من الجانب التونسي، لكن برضو انت عارفه بعض الظروف وكل ساعه بتمر ممكن تلاقي ال 200 وصلوا 300 على حسب جمهور النادي الاهلي اللي بيكون متواجد. هم يسمحوا لهم بالدخول، ممكن يعاملوهم المعامله الخاصه طبعا بالدخول مجانا لان لسه هم عندهم مباراه عندنا في القاهره، فعايزين نفس المعامله اللي بتتعامل بيها هنا يكون التعامل بالمثل. منتظرين جمهورنا، ومهما كان العدد ومهما كان قله العدد اي عدد بيكون متواجد الحقيقه من جمهور النادي الاهلي بيوصل للعيبه، هتفاتهم بينادوا على اللعيبه بيحفزوا، كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي منتظرينها، لكن يتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع التحضير الجيد ده، ينقصنا التوفيق وان شاء الله باذن الله نعود من تونس بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. طب ده الشق الاول، الشق الثاني برونو شادي. يمكن الكل طبعا بالتاكيد يعني الكل جاهز جدا، مش عايزين ناكد طبعا على اي حاجه من التشكيل، شفنا طبعا كل الامور، لكن باكد لك على جاهزيه كل اللاعبين. تالق الحقيقه بشكل كبير جدا اكرم وبرونو وشادي في التدريب الاول وتدريب الامس، الجديه واضحه. الراجل يمكن في فتره كبيره جدا ما كانش بيبقى عندك السكواد اللي انت تختاري واحد واثنين وثلاثه ويبقى عندك عنصر واثنين وثلاثه، دي امور مميزه جدا. الجاهزيه كمان اما بتكون للكل والجاهز عايز ياخد الفرصه دي بتكون مردودها على التيم ورك بالكامل، فان شاء الله باذن الله برونو لو خد فرصه من البدايه يكون موفق، شادي اكرم منتظرينه بشكل كبير، محمد شريف حسين الشحات، الكل ان شاء الله باذن الله يكون موفق ويكون في يومه، يا رب ان شاء الله يكون يومنا النهارده ويوم النادي الاهلي. طيب كريم انا هختم معاك بحاجه ومهمه جدا، ان احنا دايما نبقى حريصين ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي عنها، وهي الحاله المعنويه والتناغم وكمان الكواليس ما بين كولر واللعيبه دي، طمنا عليها لانها مهمه قوي يا كريم. الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي واضحه من التركيز، مستر مارسيل كولر المدير الفني زي ما بقول لك جلساته الفرديه والجماعيه مع لعيبه النادي الاهلي، الراجل بيحاول يوصل الوقت ضيق، يمكن هو انطلاقه ليه واولى للمباريات، لكن الخبره الكبيره اللي عنده، الراجل كان طبعا متولي منتخب النمسا، عنده خبره كبيره جدا وبيقدر ان هو يتعامل مع اللاعبين بالمستوى الفردي والجماعي، القصور بياكد عليها، الواجبات بياكد عليها، بيشيد ببعض اللاعبين في وسط التدريب، بيكون في بعض حاجات بسيطه جدا بتدل على مدى العلاقه ومدى الانسجام بين الجهاز الفني بالكامل وليس مستر مارسيل كولر فقط، لكن انت عارفه الجهاز الفني بالكامل عنده امل كبير جدا ان هو يصنع شيء كبير مع ومجد كبير مع النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله الروح المعنويه اللي شفناها في التدريبات تكون موجوده في 90 دقيقه النهارده، الاصرار موجود، الرغبه موجود، لكن زي ما قلت لك اللي هيحسم مباراه اليوم هي شخصيه النادي الاهلي، ورهاننا كبير ان شاء الله على لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقدر نحسب المباراه الاولى ولكل حدث حديث في المباراه الثانيه باذن الله. كريم تيجوا بالسلامة إن شاء الله. جزيل الشكر من العزيز كريم أحمد من سوسة في تونس.